عمر خيرت بيقول في كتابه: لم أصبح عمر خيرت الذي يعرفه الناس، أو لم أدرك أنني اسم معروف ومستحق قبل أن تكون لي حفلات مستديمة في دار الأوبرا المصرية. قبل كده بالنسبة لي كنت هاوي، إنما مع وجود حفلات منتظمة في دار الأوبرا ووجود جماهير غفيرة، دي اللحظة اللي أنت أمنت إنه أنت عمر خيرت. آه فعلاً، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينور الطريق للإنسان اللي عايز يجتهد أو عايز يكون صادق في شغله أو في حياته. فأنا ما حسبتهاش، أو يمكن اتربيت كده كمان، يعني أنه عشان كده كنت بحكي على أبويا أنه عمره ما كان بيقول لي يا سلام برافو، ولا كان يبتسم كده بس ابتسامة، وأكون عازف حاجة حلوة جدا وصعبة، يعني مفيش بقى مدح. عندي ده في شخصيتي، يعني ان انا ما بصدقش او مش عايز اتغر ابدا. بس حضرتك كنت ناجح جدا في موسيقى تصويريه، في تترات مسلسلات، انما ما حسيتش ان انت ما انت تريده الا لما كانت التواصل مع ما بينك وبين الجمهور مباشر. بالظبط، الجمهور ده الكيمياء كلها، وهو العمق المشاعر والإحساس المتبادل ما بين الموسيقى والجمهور والمستمع والأوركسترا، وبتبقى حالة كيميائية يعني صعب شرحها، بس هي أحلى أحاسيس، يعني بتبقى عايشين في وحدة كده مع بعض، نسمع حاجة واحدة وبننسى احنا مين، يعني حاجة حلوة. الموسيقار عمر خيرت عرف عنه أنه عامة يعني رجل ملتزم جدا، منضبط جدا، محدد جدا، وقليلا أو نادرا ما بيبقى جزء من مشكلة، نادرا. إنما أتذكر أنه قبل 2010 بحاجة بسيطة عملت خلاف كبير جدا مع دار الأوبرا المصرية، واتخنقت وزعلت ورفضت لسبب واحد، ان هم غلوا تذكرة حفلتك. اه بالظبط، من غير ما يقولوا لي كمان. لا يعني اصل هو الفن لكل الناس، مش لطبقة معينة او لحد معاه فلوس يعني يقدر يسمع موسيقى او يحضر الاوبرا. لا يعني هو الاوبرا عموما تبع الدولة، والدولة مسؤولة عن تثقيف الجمهور، فمن هنا جل الاهتمام بأنه مش ضروري التذكرة تبقى بالمبالغ دي، لأنها مش ربح مظبوط، يعني الفلوس ربنا بيبعتها في أي وقت، الرزق بالنسبة لي يعني، أو بالنسبة للفرقة، أو بالنسبة لأي إنسان، الرزق حاجة والواجب حاجة تانية. شكرا.